طبعاً طبيعة العمليات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية اليوم تختلف عما كانت عليه، والسبب الرئيسي في ذلك أن إسرائيل ما زالت حتى هذه اللحظة تستهدف فائض القوة، لكن اليوم المنحنى الجديد الذي نتحدث عنه وهو استهداف فائض القوة الاستخبارية. هنا أتحدث عن بعض البرامج التي تقوم بإدارتها إيران خارج الجغرافيا الإيرانية، فبالتالي هنالك عمليات مماثلة قد حصلت في السابق. نتحدث عن مقتل خبير النووي محسن فخري زادة الذي اغتيل عبر إنزال جوي بريبوت وتم قتله من خلال استخدام رشاش آلي، ومن ثم تم الإغارة على هذا الريبوت واستخدام صواريخ هيلفاير وتدميره. فبالتالي أنا أرجح أن هنالك عمليات في الأيام القليلة القادمة، عمليات مماثلة يعني إما لاغتيال وإما لاعتقال، لكن القدرة والجرأة على النزول في داخل أراضي متعددة النفوذ. أتحدث هنا عن سيطرة إيرانية، سيطرة النظام السوري، إضافة إلى وجود الدفاعات الجوية الروسية. فعندما نتحدث عن هذا الثلاثي الغير متجانس في نفس التوقيت، دخول أو إنزال العملية الجوية التي تم الإنزال من خلالها عسكريين إضافة للتمهيد، نتحدث عن استخدام طائرات مقاتلة، ربما زوجي طائرات. الأولى تم الاستهداف مع الدفاعات الجوية، لاحظنا ذلك من خلال الصور المرئية التي كنا نشاهدها، وجود دفاعات جوية تستهدف الصواريخ الإسرائيلية وتحديدا صواريخ دليلة التي تبلغ مداياتها 250 كيلومتر. طبعا النظام السوري يعلن تصديه لأهداف جوية، لكن هي ليست للطائرات، لكن عمليا عملية التمويه الاستخباري التي قامت بها إسرائيل من خلال المشاغلة مع منظومة الدفاع الجوي وأيضا مع منظومة الرادارية، وصولا إلى تحييد سلاح الجو أو تحييد الدفاعات الجوية الروسية. طبعا هذا يتم من خلال التفاهم مع الجانب الروسي بأنه سيكون هنالك عمليات، فبالتالي الجانب الروسي حتما كان لديه معلومات دقيقة حول ما هي تلك العملية وتوقيت الزمن لتلك العملية، لكن ربما لا يمتلك المعلومة الكاملة حول الانتهاء من تنفيذ تلك العملية. وبناء على توجيه تلك الضربات والردود التي حصلت من مركز البحوث العلمية، أعتقد بأنه كان هنالك دراسة عميقة بالنسبة لجهاز الموساد، وبناء عليه تم توجيه تلك الضربة، ومن ثم عملية الإنزال جاءت للبحث عن المعلومات والبيانات، وهذا ما حصل.